بصي يا دكتور، بقى في تساؤلات كتير قوي حوالين اي حاجه بتخص التجميل وعمليه تجميل المناخير. تمام. في ناس كتير جدا بتبقى خايفه تعملها لسببين، هي الريكفري بتاعها مدته قد ايه، بيبقى خايف ان هي تبقى اوفر دون او تتعمل بشكل فيك. هي عباره عن عمليه بتاخد تقريبا من ساعه ونص لساعتين، بنحتاج بنج كلي، ممكن نعملها بنج موضعي بس لو عندنا حاجه فيني مينيمال. الريكفري بتاعنا اول يوم طبعا بنبقى فيه شويه زرقان، فيه شويه ورم، في وجع، بس الوجع بيروح بالبين كيلرز، يعني مجرد وجع بسيط. بنفضل حاطين الجبس تقريبا اسبوع. اوكي. بنشيل الجبس بعد اسبوع، نحط سبلنت لغايه ما يحصل هيلينج للعظم والكارتريج الغضاريف اللي احنا شكلنا شكلها. احنا ممكن ننزل الشغل بعد اسبوعين لثلاث اسابيع من العمليه، كل واحد مختلف عن التاني. من اسبوعين لثلاث اسابيع.